مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة من برنامج إنجازات. مشاريع تنموية حديثة ازدانت بها محافظة مسندم ولاياتها الأربع خصب وبخا دبا ومدحة، توزعت بين قممها الجبلية العالية وسواحلها الشاطئية وجزرها، لتكون شاهدا على روعة الإنجاز والبناء في هذا العهد الزاهر الميمون. فريق إنجازات تنقل بين ولايات المحافظة الأربع وسجل مشاهد وصور في هذه الإنجازات التنموية الحديثة، فأهلا ومرحبا بكم. على امتداد سنوات النهضة المباركة الحديثة، كانت عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات من الأولويات التي تبنتها الحكومة من خلال تنوع المشاريع والخدمات في ولايات ومناطق ومحافظات السلطنة، لينعم المواطن أينما تواجد بمنجزات النهضة العمانية. محافظة مسندم بولاياتها الأربع خصب وبخا ودبا ومدحة واحدة من نماذج عديدة حظيت بمنجزات تنموية هدفها استثمار المكان لخدمة الإنسان. عدد القطع اللي يتم توزيعها يعني في من خلال هذه الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 2085 قطعة أرض سكنية بمختلف الاستعمالات. بلغت تكلفة الوحدات السكنية التي نفذت خلال نفس الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 تقريبا 1,209,000 ريال عماني. بالنسبة لقطاع الكهرباء والمياه، الحمد لله يعني خدمة الكهرباء تعم كل أرجاء الولاية في السهل والجبل وفي كل القرى اللي موجودة في ولاية خصب. بالنسبة للمياه، الولاية مربوطة بشبكة من المياه موزعة على منازل المواطنين. أما بالنسبة للقرى البعيدة عن مركز الولاية تم تزويدها بالمياه عن طريق الناقلات، والقرى البحرية تم تزويدها عن طريق السفن. هناك دراسة الآن بالنسبة لمطار خصب من قبل شركات استشارية حول موقع المطار، وأكيد بيوخذ هذه الدراسات بيوخذ بأفضلها إن شاء الله عند التنفيذ. يعني من ضمن المشاريع اللي هو استكمال طريق خصب الخالدية ليما دبا بطول 95 كيلومتر تقريبا. الآن أسند هذا المشروع إلى شركة استشارية لتحديد المسار وإعداد الخرائط، والآن في مرحلة الإعداد. يعني
مشروع طريق خصب ليما دبا المرحلة الأولى وبطولة 21 كيلومتر هو من الإنجازات الحديثة في مجال النقل. المشروع يربط ولاية خصب بولاية دبا. أما المرحلة الثانية من هذا المشروع والتي تبلغ 95 كيلومتر فتبدأ من منطقة الخالدية إلى ولاية دبا، وهي تخدم المناطق الساحلية والجبلية ونيابة ليما. لم تكن طبيعة المكان وتضاريسه الصعبة عائقاً أمام الحكومة لإيصال المشاريع والخدمات في محافظة مسندم، بل كانت دافعاً للتحديث والتطوير. فالنماذج كثيرة والأمثلة متعددة، لعل أبرزها طريق خصب بوخاتيبات والذي يتوسط جبال مسندم الشاهقة وسواحلها، وهو إنجاز آخر يهدف إلى ربط المحافظة بمختلف مناطق السلطنة، إلى جانب مشاريع الطرق الحالية والتي تنفذها الحكومة كمشروع طريق خصب الخالدية. مشروع طريق خصب الخالدية، هذا الطريق بطول 20 كيلو 600 متر. هذا الطريق بيخدم تقريبا نصف سكان الولاية. معظم القرى الجبلية اللي واقع على جانب الطريق سيقدم لهم الخدمة. تكلفة المشروع تقريبا حوالي 7,683,238 ريال. الطريق بطول 20 كيلو 600 متر. يوجد بالطريق 17 عبارة إيرلندية و10 عبارات صندوقية. عرض الطريق تقريبا 11 متر، يتكون من مسربين اللي هو كل 3.5 كل مسرب، بالإضافة إلى مترين أرصفة جانبية. بالنسبة لهناك طرق أخرى يتم تنفيذها أيضا هنا في ولاية خصب، أهمها رصف الطرق الجانبية الواقعة على طريق خصب الخالدية. هذه الطرق بتربط بالشارع العام بمسافة تقريبا 18 كيلو، بمسافة إجمالية 18 كيلو، إضافة إلى طرق أخرى تنفذ من قبل وزارة البلديات الإقليمية وأموار المياه، من أهمها ازدواجية طريق ميناء خصب إلى المنطقة الصناعية بطول 7.5 كيلو متر، وإضافة إلى رصف بعض الطرق المؤدية إلى القرى التي لم تشملها الخدمة في الفترة الماضية. وبجانب مشاريع الطرق حظيت ولاية خصب بمشاريع تنموية في قطاع التعليم، حيث تحتضن الولاية 9 مدارس موزعة بين قراها، إضافة إلى القطاع الصحي الذي يمثله مستشفى خصب ومجمع صحي خصب والمشاريع الإسكانية. في قطاع النقل البحري يعتبر ميناء خصب من الموانئ النشطة في محافظة مسندم، حيث يستقبل الميناء مختلف البضائع والسلع، وشهد الميناء تطويرا وتحديثا على مراحل ليواكب الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية المتنامية. ميناء خصب ولله الحمد له أهمية اقتصادية من ثلاث محاور رئيسية: النشاط التجاري والنشاط السياحي والنشاط الصيني. النشاط التجاري والذي يكمن في مصدر الاستيراد والتصدير، واللي هو المعمول في حاليا بين الدول المجاورة، دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، واللي هو يكمن له نشاط متميز من ناحية الاستيراد والتصدير من البضائع اللي تمر في هذا النشاط من الإلكترونيات والمواد الغذائية والسيجار والماشية بنوعية بأنواع الأغنام والخواريف. كذلك عندنا النشاط السياحي. النشاط السياحي في بعد التوسعات اللي حصلت في الميناء عام 2007
حصل طفرة كبيرة في هذا المقبل. نحن السفن السياحية العملاقة، فظل الميناء يستقبل عدد كبير من السفن السياحية العالمية بأفواجها السياحية المترتبة من تمر بين مسقط ومحافظة مسندم. وكما تعلم أن محافظة مسندم تتميز بخرجانها وتطاريزها البحرية، هذا ما شجع الحركة السياحية تغمر في هذا الفصل في هذا الموقع. من ناحية التوسعات الموجودة في الميناء حاليا، ارتأت الحكومة على أنه بعد ما أنشأت العبارات الحديثة التي تنقل الركاب من خصب إلى محافظة العاصمة مسقط إلى العاصمة مسقط طبعا، رأت أن الحكومة أنه هناك المواطن يركب بدون سيارته، هذا شيء يمكن يكلفه هناك في العاصمة تنقلات وما شابه ذلك، فأنشأت رصيف ثابت لهذه العبارات عشان تركب فيها السيارات، وإذا كان هناك في مواطن عنده نوع من البضائع العامة كذلك تشحن عن طريق هذه العبارات وتفرق في ميناء سلطان قابوس. من المشاريع الحيوية التي تنفذها الحكومة في محافظة مسندم مشروع إمدادات الصرف الصحي في ولاية خصب. المشروع يخدم القرى والمناطق والمخططات السكنية في الولاية بتكلفة تبلغ أكثر من 12 مليون و700 ألف ريال عماني، ويهدف المشروع إلى توفير مياه صحية والحفاظ على الصحة العامة وإعادة معالجة هذه المياه لري المزروعات والأشجار. مشروع الصرف الصحي الحين قار العمل فيه، الشركة بدت الحفريات وشبكة وبتربط بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي. هذا المشروع أكيد له نتائج إيجابية كبيرة، نعمل على إصحاح البيئة، يحمي المياه الجوفية من التلوث، بيستفاد من مياه المعالجة في ري المحاصيل الزراعية، خاصة إذا ما علمنا يعني أن ولاية خصب تعتمد اعتماد كله على المياه الجوفية سواء في الشرب أو في الزراعة. يتوقع أن تكتمل بعض أجزاء في شهر 8/2010. بالنسبة لي هناك أيضا في هذا السياق يعني توجد ثلاثة سدود للمياه الجوفية هنا في خصب تختزن كمية كبيرة من المياه في أثناء موسم هطول الأمطار. ولاية بخا الواقعة على الجانب الغربي لولاية خصب على الشريط الساحلي حظيت بمشاريع تنموية متنوعة في القطاع الإسكاني والطرق الداخلية والصرف الصحي والكهرباء والمياه والتعليم والصحة وميناء للصيد البحري وغيرها. في القريب العاجل إن شاء الله سوف يتم البدء في تنفيذ مشاريع الجولة السنوية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله ويرعاه لعام 2009، ومن أبرز هذه المشاريع بناء 30 وحدة سكنية في مختلف أرجاء الولاية، بالإضافة إلى سفلتة الطرق الداخلية بمسافة 10 كيلو متر أيضا موزعة بين قرى هذه الولاية، مع تركيب عدد أعمدة إنارة بواقع 150 عمود، وأيضا هناك إنشاء حديقة عامة من ضمن مشاريع الجولة الكريمة. الآن حقيقة بدأ أيضا إنشاء سوق الخضار في مطلع شهر يونيو 2010. المشاريع التي سيتم تنفيذها في المستقبل إن شاء الله مشروع تحلية المياه بالولاية الذي انتهى من إعداد الدراسات اللازمة له، وسوف تطرح مناقصته قريبا بإذن الله تعالى. وبجانب هذه المشاريع
فإن الولاية في انتظار مشاريع تنموية وخدمية أخرى تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية. بدأت التنمية أول ما بدأت بالمدارس بالمستشفيات غير ذلك، ومع الطرق، لكن والحمد لله إن بفضل الله وبفضل هذا الرجل العظيم جلال السلطان التنمية كانت مترابطة، لن نقول إنه الشغل في مكان واحد، لا، الواحد يحس أن كل الولاية في شغل، المدرسة تبنى، المستشفى يبنى، الطريق تشق، يعني الدراسات للمساكن الاجتماعية تعمل، دراسات لأحوال المواطنين تعمل، دراسات للكهرباء تعمل، دراسات للمياه تعمل، فهناك مثل خلية نحل، خلية نحل في هذه الولاية وفي الولايات الأخرى من محافظات من محافظة مسندم. لم تختلف مشاهد الإنجازات في ولاية دبا عن غيرها من ولايات محافظة مسندم، فالولاية نالت نصيبها من مشاريع التطوير والتحديث والمكرمات السامية من لدن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. ففي القطاع الصحي يعتبر مستشفى دبا، والذي يشتمل على 40 سريرا وأقسام وعيادات طبية متخصصة، أحد النماذج التنموية الحديثة. كما توجد بالولاية 3 مدارس للتعليم وميناء للصيد البحري، يعد من أنشط الموانئ في محافظة مسندم، وآخر في منطقة زغي لخدمة المشاريع السياحية هناك، إضافة إلى مشاريع الطرق والإسكان والكهرباء والمياه والسدود وغيرها. أغلب القرى اكتملت برصف الطرق مع إنارتها، والحمد لله حصلت الولاية في المكرمة كمكرمة سامية من لدن مولاي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في الجولة 2009 العام الماضي، حصلت على 150 عمود إنارة بالإضافة إلى 20 كيلو، طبعا تشمل جميع قرى الولاية. بدأت الشركة حاليا في العمل والحمد لله، بالإضافة إلى هناك مشروع وهو مشروع حقيقة يعول عليه المواطن كثيرا، وهو ربط ولاية دبا بولاية خصب. تم إعطاء شركة استشارية لتنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة النقل والاتصالات، وينتظر المواطن إصدار المناقصة لتكملة المرحلة الثانية والثالثة. حقيقة هذا الطريق من نوعين اقتصادي كبير، وسوف يخدم قرى بحرية حاليا يتم السير إليها عبر القوارب والسفن، بالإضافة إلى راح تزداد طبعا الترابط الأسري بين هذه القرى وبين مركز الولاية وولاية خصب، بالإضافة إلى هناك مشروع وهو من ضمن الجولات الكريمة لملاحظة صاحب الجلالة، وهو إقامة أو تنفيذ جسر يربط منطقتين. طبعا حقيقة هذا الجسر من المشاريع المهمة، لكونه ان لو لا قدر الله ارتفع امواج البحر او كذا تنقطع الحركة بين المنطقتين، فحاليا اوكل العمل لشركة استشارية لإعداد التصاميم وسوف يرى النور ان شاء الله قريبا. بالنسبة للإسكان الاجتماعي الحمد لله، طبعا الولاية كباقي ولاية السلطنة حصلت على نصيب وافر من المشاريع الإسكانية، حيث تم إلى وقتنا إلى نهاية 2009 تم بناء عدد 146 مسكن، بالإضافة إلى كمساعدة إسكانية، بالإضافة إلى 69 مسكن هذا كقروض إسكانية
بدون فوائد طبعا كما هو معلوم يعني. بالاضافه الى الولايه الحمد لله حصلت من ضمن المكرمه الساميه في خلال القوى الكريمه الى انشاء او 40 مسكن. في ولاية مدحة تتعدد مشاهد المشاريع والخدمات التنموية التي حظيت بها هذه الولاية في قطاعات الطرق والإسكان والكهرباء والمياه والصحة والسياحة والرياضة، إلى جانب مشاريع المكرمات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. المشاريع التي تم العمل الجاري فيها الآن هو مشاريع الجولة السامية لمولانا صاحب الجلالة، هي جولة 2009، منها أهمها هو إنشاء 10 وحدات سكنية ورصف 10 من الطرق الداخلية بالإسفلت مع إنارتها، أيضا إنشاء السوق للخضار والفواكه والأسماك، بالإضافة إلى تجميل مدخل الولاية بحوالي 1.4 كيلو لتنهي. هناك ايضا العمل الجاري الان من قبل وزاره البلديات في على عمل او انشاء او دراسه بالاخص لاقامه المجمع للصرف الصحي بالولايه، خصوصا ان الولايه يعني ضيق المساحه فيها خوفا حتى الابتعاد من تاثير المياه الجوفيه من خلال هذه اثار الصرف الصحي. هناك ايضا وجود نادي للولايه طبعا يمارس فيه الشباب جميع هواياتهم سواء الرياضيه منها او الثقافيه. ايضا وجود الان العمل الجاري في انشاء جمعيه للمراه العماليه في الولايه من ضمن المكرمات الساميه لمولانا حضره صاحب الجلاله حفظه الله. وجود مدارس عددها مدرستين بالولايه، وجود مكتب للبريد ايضا. كانت الطبيعة الجميلة المتنوعة لمحافظة مسندم مصدر جذب سياحي للعديد من المستثمرين لإقامة مشاريع سياحية كالفنادق والمنتجعات والاستراحات، بهدف إبراز المقومات السياحية للمحافظة وتوفير فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع الحيوي. الفندق تم افتتاحه سنة 2003 بعهد جلالة السلطان سلطان قابوس المعظم. هو الفندق تابع لوزارة السياحة، تم افتتاحه هلأ صار نقل لشركة عمران. تم افتتاحه هون لدعم السياحة بمحافظة مسندم بالإجمال وبولاية خصب تحديدا، وبنفس الوقت مساعدة لتوظيف الشباب العماني وإيجاد فرص عمل زيادة لهم. الفندق بيحتوي على 60 غرفة بيناتهم 3 أجنحة و12 غرفة مطلين على الجبل. بساعد كتير الفندق بتنمية السياحة بولاية خصب تحديدا بمحافظة مسندم بالإجمال. ابتداء أول شيء عطى معرفة زيادة للعالم للموجودين بالإمارات وللعالم بخارج اللي جايين من دول أوروبية عن محافظة مسندم بالإجمال. بس أنشئ الفندق صارت العالم تجي تشوف وين السياحة عم بتصير، شو هالمناظر الحلوة اللي موجودة، شطوط الرمل اللي موجودة هون، المحافظة على البيئة، سكان المنطقة اللي هن كتير طيبين مع العالم، الخدمات اللي كانت تقدم بقرية بضيعة صغيرة، هالشي اللي كتير ساعد العالم انه يحبوا المنطقة ويرجعوا مرة تانية. على سلاسل جبالها وعلى امتداد شواطئها وسواحلها وفي وسط جزرها، شكلت عملية التنمية في محافظة مسندم انجازا اخر هدفه بناء الانسان مع المكان. وفي سنوات اختصرت بدورها الزمان لتسجل رقما قياسيا آخر يضاف إلى روعة الإنجاز والتعمير. مشاهدينا الكرام، حتى نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إنجازات، تقبلوا منا وافر التحيات، إلى اللقاء. المجد مجدك سيدي قابوس.
عيدنا يا عمان عيدك عيدي أطرح ما قبلنا المجد مجدك سيدي قابوس باني مجدنا يا عمان عيدك عيدي أطرح ما قبلنا السلطنة أرض الثقافة والفنون منذ زمن ما جان أو ماضي مزون السلطنة أرض الثقافة والفنون منذ زمن ما جان أو ماضي مزون أمجادها تشهد وبراج الحصون ومسيرة الإنجاز والفجر الجديد ومسيرة الإنجاز والفجر الجديد ودان 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 Thank you.